مرحبا بنا جميعا داخل هذا الفضاء البهي هنا مسرح محمد السادس في مدينة وجدة. السيدة المديرة الجهوية لقطاع الثقافة بجهة الشرق، السيدات والسادة المنتخبون بمدينة وجدة، شكرا لكم سيدي الوالي، شكرا لكم. اول دوره اللي كنحضرها كنحسبها فرضيه هذه الدورات كثيره، لن معذره لكم لان الجمهور جمهور شاب، جمهور متفتح كنشوف فيه وكنحييو الفنانه الحضرميه. ميرسي باسكو خيال، بارك الله فيك. اليوم كنحتفلوا بالدورة التاسعة للمهرجان بمدينة وجدة وخصوصا بمسرح محمد السادس. هذا المهرجان هذا اللي هو مهرجان شبابي وهو كيصنع واحد الصناعة ثقافية سينمائية للشباب. الهدف ديالنا الأكبر هو أن هذا المهرجان أن نفتحوا على المجال السينمائي. هذه السنة كنحتفلوا بفرنسا كدولة شرف لهذه الدورة التاسعة، كذلك معنا مكرمين غنيين عن التعريف مع السي محمد الخياري، سلمى حبيبي والسي عبد الرزاق بن عيسى، ومعنا لجنة التحكيم اللي كتكون من ثلاث الأعضاء، معنا السي رشيد الزاكي وكذلك السي يحيى عمارة وبابكار من السنغال. هذه الدورة كتمتاز أيضا بواحد اليوم دراسي اللي غادي يكون إن شاء الله بحول الله يوم 7 دجنبير. الهدف ديالو هو أن هذا اليوم الدراسي هو كاين عندنا جوج الشعب بجامعة محمد الأول، بحكم أن جامعة محمد الأول بشراكة مع جمعية سادة الفن والتنمية والإبداع حاولنا أن تكون واحد اليوم دراسي اللي يكون فيه واحد خمسة ديال المحاضرات، وهذه الخمسة ديال المحاضرات الهدف ديالهم هو أن كيفاش تكون صناعة ثقافية سينمائية. وأخيرا ديما حنايا كما كنقولوا ديما وحنا في الدورة التاسعة وللأسف ما عندناش شي سينما في مدينة وجدة، كنحاولوا أن يكونوا عروض أفلام، كاين أفلام مشاركة وكاين فيلم ضيف شرف اللي هو باي باي لا فرونس نهار الجمعة، باش أن كما كنقولوا حنا جمهور الوجدي أنه يشوف أفلام سينمائية. للأسف ما كاينش سينما وكنحاولوا نخلقوا سينما، هذا هو الهدف الأكبر. مساء الحب، مساء السينما، مدينة وجدة مدينة الجميلة. كنشكر إدارة المهرجان حيت خلاني اليوم نتلقى الجمهور الوجدي وأنا مكرمة في هذه الدورة التاسعة من مهرجان السينما الهوات. شكرا إدارة المهرجان اللي شرفتني وخلتني نمثل الشباب الطموح. كنشكر ناس ديال وجدة على الكرم ديالهم وعلى الاستقبال اللي كان أكثر من رائع. أنا فرحانة بزاف بهذا التكريم. كنشكر ايضا المصممات اللي لبسوني، كنشكر البنات كاع اللي اهتموا بالاطلاله ديالي، شكرا بزاف. وانا فرحانه حيت متواجده معكم اليوم. الجديد ديالي هو فيلم سينمائي طويل بعنوان سمسار سرار والنملة للمخرج ياسين فنان، غيكون قريبا بالقاعات السينمائية. وعندي ايضا مسلسل عيدوس في قناة الاولى للمخرج رؤوف الصباحي سميتو يد الحنة، وكنوجد لكم جديد سينمائي قريب ان شاء الله.